قولي لنا على الحفل بعد اليوم. تبارك الله سامبي الحفل بعد. السلام عليكم، شكرا لكم بزاف وتبارك الله الحفل كان زوين وتنظيم رائع، وتبارك الله على الناس اللي نظموا منهم لاله خديجه والناس المساهمين. وفي الحقيقه فاش كتشوف ديك الامه جالسين كيبقى فيك الحال بزاف بزاف. كنتمنى من الناس كاملين ما تخلوش على والديهم، حيت شي حاجه مهمه في الحياه هي الحياه بحال ما نيشان. و شكرا لكم، شكرا لكم بزاف. الدراري اللي كيديو والديهم نصيحه لي ليهم الله يهديهم، وما خصهمش يكونوا كيتخلاو على والديهم، حيت الام والاب شي حاجه ما يمكنش تعيش بلا بها. يعني حشومه انا بقى في الحال فاش شفت داك الامهات جالسين تماك، تماك شي حاجه اللي كتاثر بزاف بزاف بزاف. ديالك لاله ميني بوس الهام كيجاك الحفل؟ زوين بزاف الحمد لله، الحفل كان ناجح والتنظيم كان زوين، واهم حاجه الفرحه اللي دخلت الناس المسنين اللي جابوهم باش نضموا اليوم الحفل. اكيد شكرا بزاف الناس اللي ساهموا في هذا الحفل في الخفاء وفي في الحضور ديالهم، بالنسبه للمغنيين، بالنسبه للناس اللي كانوا حيوا الحفل بالنسبه للحضور ديالهم. حفل كان جد رائع، كنتمنوا الناس كاملين يكونوا كيديروا بحال هذه المبادرات. وشكرا السيد اللي عطى العمره للناس كاملين، الله يفرحوا كما الله يفرحون في هذا النهار. وكنتمنوا كاع الناس يديروا بحال هذه المبادرات ساهموا في هذا الحفل. وكنت راجع اخر ان الناس ما يتخلاوش على الامهات ديالهم، لان الام شي حاجه كبيره ما كتعوضش. وكنتمنى كاع الناس تهلاو في امهاتهم، قد اللي فرحنا هاد الناس اللي قد حنا كنحتاج كان ديك الفرحه ديالهم بحال الفرحه ديالنا. داكشي اللي بغيناه هو اللي كان الحمد لله. وهذا الحفل كان ناجح باكيد برئيسه الجمعيه اللي هي خديجه بوسلهام، اللي كنوجه لها تحيه كبيره، واكيد تحيه لكاع الناس اللي ساهموا في هذا الحفل. وحده عشره وراح داب وراسه.